اتفضل يا شيخ. نتكلم يا شيخنا. اتفضل. الله يحفظك. ربنا يا شيخنا يا رب ينصرك الاول والله للاسلام والمسلمين. يا رب وياك يا رب. اتفضل. بقول لحضرتك السؤال الاول بالنسبه للوضوء لما نيجي نمسح راسي. دلوقتي انا بسرح شعري لورا، واوقات مثلا بكون في الجامعه بره ولا حاجه، لما اجي امس شعري للوضوء فبرجع ايدي لحد مثلا قفايا وما ارجعش تاني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل، ده ينقض الوضوء. لا 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 ما ينقص، يعني الرسول كان يقبل ويدبر كده. يقبل ويدبر هذه المسح، لكن عموما اذا مسحت باي طريقه اخرى اجزى. السؤال الثاني بالنسبه للاذكار، الاذكار اللي بتبقى بعد الصلاه، لو انا صليت السنه وبعدين قلت الاذكار ده غلط ولا صح عادي؟ لا هو عادي، لكن الافضل بعد الصلاه بعد الفريضه. شكرا.